لا هو السؤال هنا، هو الكابتن ياسر عبد الرؤوف ليه اختار أربعة الأكثر أو اللي ما تضرروش خالص واختار ثلاثة بس؟ ليه ما اختارش خمسة مثلا؟ هل لأن أربعة نادي أربعة أكتر. الزمالك من وجهة نظره في ركلة جزاء لصالح نادي الزمالك في المباراة الأخيرة أمام الشرقية للدخان، فبالتالي خرج من المعادلة؟ لأن أنا مش عارف في أخطاء تانية نادي الزمالك يعني اتضر فيها ولا لا، فيا ريت يعني الكابتن ياسر عبد الرؤوف يوضح لنا ليه هنا اختار أربعة وهنا اختار ثلاثة بس. هل كان قلقان لو اختار خمسة وخمسة نبدأ نلاقي أسماء الأهلي والزمالك في المعادلة؟ طيب هو حط ثلاثة ماشي يا سيدي، الحمد لله ما فيش فيهم نادي الزمالك، ومن وجهة نظرك عندنا سيراميكا كليوباترا خمس مباريات، أنا جايب لك ست مباريات للنادي الأهلي بآراء خبراء التحكيم النادي الأهلي اتضر فيهم. أنا بشكرك جدا إن أنت حددت لنا بمعادلتك وبوجهة نظرك إن أكثر فريق تضررا كان في خمس مباريات فقط لا غير، عشان أنت أنا سمعك دلوقتي آراء خبراء التحكيم بيتكلموا عن ست مباريات. نطلع ونشوف الفيديو. البنك الأهلي والأهلي حالة عملت لغط كبير جدا جدا جدا، صحيح الحكام اتخذوا إجراءات مش صح، وإن حكم الفار ما كانش يجب عليه إن هو يتدخل في حالة زي دي. أنت كحكم فار مالكش إن أنت تتدخل في الاستئنافات خالص ولا من بعيد ولا من قريب. تمام. وكان لابد في حالة زي دي إن الهدف يتم احتسابه، ولكن للأسف حكم المباراة رغم إنه حكم كبير خرج رجع لشاشة المراجعة وبالتالي لغى الهدف. بحقيقة كان قرار، هو التنفيذ كان خاطئ، لكن مش من حق حكم الفار إنه يتدخل خالص. اللاعب المدافع ده اللي أنا هحاسب رامي ربيعة عليه، اللي هحاسبه عليه، يقدر يمنع اللي جاب الجول دوت من انه يجيب جول؟ لا. يقدر يمنعه؟ لا. امال انا هحاسب رامي ربيعه ليه؟ هحاسبه ليه؟ اذا كان حارس المرمى اللي بايديه الاثنين ما عرفش يمنعها، هما الاثنين موجودين، ده في موقف تسلل واثر على ده، لكن الاثنين بره المكان اللي فيه اللعب النشط الفعالي. انا في وجهه نظري شوف احنا هنختلف، وعلى فكره الامور قريبه، وجهه نظري ان هذه اللعبه لا يوجد فيها تسلل. هنا فتح وقف ممتاز كده كده، بيرسي تاو ابعد، بيرسي تاو ابعد، يبقى الكره دي سليمه بناء على الخط، ثم الاجتهاد اللي هنعملناه. نعم. الكره دي مش جدليه، الكره مش دي جدليه، انا بالنسبه لي انا مش جدليه بصراحه. اللي عاوز يهرب من التحرير في الكره دي هيقول لك كلمه واحده بس، الخطوط اتحطت. لاتش هنا بالستارز في الرجل من تحت، لاتش المدافع هنا راح يلعب، كرة عدت وراح مكمل في الرجل، دي حاله كابتن لازم الفار هنا يجيب الحكم. طبعا ركلة جزاء أنا بقول من وجهة نظري هنا دي صحيحة، لم تحتسب لمحمد الشريف. في لعبة في الأهم بالنسبة لي لعبتين ركلتين جزاء للنادي الأهلي في الدقيقة 31، في ركلة جزاء لمحمد الشريف لم تحتسب، اللي هي خد محمد الشريف الكرة في صدره بصدره، واللاعب المصري دافع بالجسم، ده ماسك تقدم الخصم، ماسك كامل من لاعب النادي المصري لحسام حسن. وكان دي لازم يتم استدعائه من حكم الفار ويشوفها، ودي ركله جزاء صحيحه ثانيه. انا شايف من وجهه نظري على الاقل في دفع، في حاله هنا هنشوفها التاكلينج هنا بس، التاكلينج بالقدم اليمنى على الاقل. عايز اقول ان على الاقل الفار كان يجب ان يتم استدعاء الحكم، حتى ما خدتش حتى كابتن الشريف حتى ولو 30 ثانيه ولا دقيقه. ده ست مباريات تضرر فيها النادي الأهلي تضرر واضح، مش وجهة نظرنا، ده وجهة نظر خبراء التحكيم. أنا عارف كابتن ياسر عبد الرؤوف هيقول لا، ما أنا ليا وجهة نظر مختلفة عن وجهة نظر آراء خبراء التحكيم. هقول لك موافقين، بس وجهة نظرك أصلا يا كابتن ياسر هل فعلا كانت صحيحة أو متسقة مع ذاتها لما بتتغير ألوان التيشيرتات؟ لأن هو قال إن هدف الأهلي في المقاولين العرب تسلل، اللي الكابتن جمال غندور قال هدف صحيح، الكابتن بقى ياسر عبد الرؤوف قال تسلل. كابتن ياسر عبد الرؤوف اللي قال تسلل في مباراه المحله والاتحاد، تعالوا نشوف رايه. الاول هنجيبها من الزاويه الجانبيه من الزاويه الخلفيه ونشوف هل الراجل المدافع كان عنده القدره اساسا ان هو يوصل للكوره والمهاجم في موقف تسلل ده اعاقه؟ لا. هنشوفها من اهي. بص الكوره معديه من قصاد المدافع، كمل. من قصاد المدافع، المدافع اساسا ما لعبهاش. تمام. حارس المرمى من البدايه خالص شايف المصدر وشايف الكوره. وبرده ما لحقهاش. ممكن يكون تأثير. خد عينه، ما خد عينه، ده الكوره جايه من الناحيه العكسيه خالد. ايوه كابتن، لو هو مش واقف، بص كل هو ده هو مركز مع المهاجم التاني. لا لا لا، هو كل ده عينه على الكوره. يعني انت شايف انها الكوره هدف؟ طبعا انا شايف ان ما فيش اي تاثير ولا على المدافع ولا على حارس المرمى. تمام. والهدف طبعا سليم وتميز من احمد حسام الحقيقه. تمام. كل اللي قاله كابتن ياسر عبد الرؤوف في لعبه الاهلي والمقاولين بيتعارض تماما مع اللي قاله في الفيديو ده
لان ده اللي احنا كنا بنتكلم فيه، ان الاختلاف الوحيد اللي بيجي في كلام كابتن ياسر ويتخلى عن كل موضوعاته اللي دايما بيقولها لما يبقى الاهلي طرف في الموضوع.